لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. ما مدى خطورة انخراط ميليشيات تحمل فكرا عقائديا في الجيش الحكومي الذي يفترض أن لا ينحاز لفئة دون الأخرى وأن لا يتدخل أيضا في السياسة؟ يعني سيدتي منذ البدء كان تشكيل هذه الميليشيات وشرعنتها هو مخالف للدستور الذي وضعوه هم في مواده الرئيسية في المادة 19. هنالك مادتين واضحة بعدم وجود بمنع استحداث أي قوة عسكرية خارج إطار الجيش والشرطة. ثانيا بأن هذه الميليشيات كما رأينا تأثيرها سلبي جدا بالتأكيد، هي اليوم أحد أذرع الطائفية، سبب مهم لاستمرار الفكر الطائفي في المجتمع. فخطورتها أنه إن اندمجت مع هذه القوات الحكومية التي أيضا هي ليست بالسليمة وليست صاحبة الفكر السليم، لكن الخطورة أنه سوف تكون هذه الميليشيات حقيقة بقدر ما نعرفها اليوم في هيئة، سوف تكون ضمن وزارة وتستفاد من موارد هذه الوزارة، وسوف تكون هي الواجهة العسكرية للبلد. في هذا السياق، ما مبرر عبد المهدي لإعادة طرح دمج ميليشيا الحشد في الجيش مجددا بعد إقدام العبادي قبله على خطوة مماثلة؟ وسيدتي حقيقة هذا الملف ملف سياسي، لأنه لا يوجد إمكانية لهذه الحكومة ولا التي قبلها من السيطرة على سلاح ميليشيات الحشد الشعبي وإدراج أفراده في مؤسسات نظامية. بالعكس، صدر نفس القرار من حيدر العبادي ولم يتم التنفيذ، واليوم يصدر نفس القرار، يعاد إصدار هذا القرار وسوف لن يتم التنفيذ، كون أن هذا القرار يحاط بإرادات سياسية اليوم وصراعات سياسية. هنالك ضغوط إقليمية، ضغوط الصراع الإيراني الأمريكي تنعكس على هذه الحكومة، وهذه الحكومة بالنتيجة أصدرت مثل هذا الأمر محاولة للاستجابة إلى الضغط الأمريكي لا أكثر ولا أقل، ولا أعتقد بأنه سوف يكون هنالك تغيير حقيقي على أرض الواقع. سنتحدث عن هذا الضغط الأمريكي لاحقا، لكن كيف يفسر رفض ميليشيات الحشد للانصياع لأوامر الحكومة بدمج الميليشيات؟ يعني سيدتي، نحن نعلم بأن الارتباط هذه الميليشيات عضويا وقياديا هي ترتبط بالحرس الثوري الإيراني، وعقائديا هم 95% منهم ولائيون، أي يعني ينتمون إلى ولاية الفقيه للخامنئي. الأوامر التي تصدر من بغداد لا تنفذها، غير ملزمة بها هذه الميليشيات. الأوامر التي تصدر من إيران هي التي تلزم التنفيذ. الدليل بأن ما حدث في أثناء تشكيل هذه الحكومة في أثناء الانتخابات والتحالفات، حصل أنه أبو مهدي المهندس أو وعد أحد الأطراف السياسية إذا انضموا لهم بأنه سيصدر قرار إلى ميليشيات الحشد بإخلائها من المدن، وحدث بالفعل، تنفذ هذا القرار كون أنه قرار يتبع أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني. أما أي قرار سبق أن من حكومة بغداد لم تنفذه هذه الميليشيات. بتزامن مع إعلان ميليشيا السرايا مواصلة انتشارها في سمراء ومحيطها، كيف يفسر ذلك خاصة وأن الصدر أبدى التزامه بقرار عبد المهدي وكان أول المرحبين به؟ سيدتي، ما تفعله اليوم هذه الميليشيات من الرفض لهذا الأمر، وثانيا الاستمرار في الانتشار والعمل العسكري بصيغتها الحالية، هو يثبت بما لا يقبل الشك بأن هذه الميليشيات لا تتبع للقائد العام للقوات المسلحة ولا تأتمر بأمره كما يدعون، وإن الحديث عن اتباع هذه الميليشيات للقيادة العامة للقوات المسلحة ولرئيس الوزراء هو كلام سطحي وكلام غير واقعي، لا يوجد له حقيقة مصداقية على أرض الواقع. بالحديث عن هذه المصداقية، يرى مراقبون أن هذا القرار سيفقد عبد المهدي مصداقيته، خاصة وأن الميليشيات تؤكد تشكيلها بفتوى ومرجعيتها تتطابق مع مرجعية عبد المهدي، ما مدى صحة ذلك؟ يعني هو بالتأكيد سيؤثر هذا القرار على مصداقية عادل عبد المهدي، لكنه بالنتيجة نحن كما ذكرنا بأنه هو لا، الحلول لديه ليست بالكثيرة، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بضغط إقليمي وضغط دولي، هو لا يستطيع أن يتجه باتجاه رفض
الإرادة الأمريكية، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتجه أن يرفض الإرادة الإيرانية، لذلك هو يختار أبسط الحلول الوسط والحلول التي تكون فيها تعقيدات وكسب للوقت. فهذا الأمر الديواني هو يعني كسب للوقت في محاولة حاليا للاحتفاظ بالخندق الحكومي ما بين القوتين. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل هي تقف وراء قرار دمج الميليشيات، كيف يمكن أن تمضي فعلا بقرار تؤكد إيران نفسها أنه تكرار لنسخة من الباسيج أو الحرس الإيراني؟ سيدتي، الأمريكان حاليا على أرض الواقع هم خسروا الكثير، وخصوصا في الانتخابات الأخيرة. يعني ذكرها أحد السيناتورات، قال بأن الوضع العراقي اليوم هو يتبع في إيران بصورة كاملة، لكن تبقى الضغوط اليوم الأمريكية هي ليست يعني لا ترتفع عن هذه الحكومة، وفي نفس الوقت لا يستطيع الأمريكان التدخل بصورة مباشرة وتغيير الواقع. بالعكس، نحن اليوم نشهد حقيقة صراع سوف يمتد، وإن حدث تغيير لهذه القوة وتغيير للواقع فسوف يأخذ وقت بالتأكيد. ما احتمالات أن تدفع واشنطن بعبد المهدي لمواجهة مع الميليشيات؟ يعني سيدتي، أولا حتى لو ضغطت أمريكا يعني لو استخدمت جميع نفوذها، سوف تعلم جيدا بأن عادل عبد المهدي لا يمتلك الأدوات الحقيقية لمواجهة هذه الميليشيات. عادل عبد المهدي لا يمتلك كتلة برلمانية، بالعكس هذه الميليشيات هي صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر، إذا التشريع في يدها، وصاحبة السلاح أقوى حتى من سلاح القوات الحكومية على الأرض. لذلك عادل عبد المهدي سوف لن يتجه هذا الاتجاه، والأمريكان يعلمون. إن حدث فسوف يكون صدام ما بين القوات الأمريكية نفسها وما بين هذه الميليشيات، وعادل عبد المهدي سوف يكون هو طرف غير معني وطرف حقيقة ورقة خاسرة وساقطة في هذا العداء. محمد فوزي اللامي، الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف من برلين.